مشاهدو الحياة الآن، أهلا بكم في جولة إخبارية جديدة نستهلها بأهم العناوين. اليوم آخر أيام فترة الدعاية الانتخابية وبدء فترة الصمت الانتخابي غدا الجمعة، واللجنة العليا تحذر المخالفين. الدكتور السيد البدوي يطالب المصريين بحسن اختيار ممثليهم في البرلمان، ويؤكد أن برنامج حزب الوفد يقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية. الأهلي يخاطب مسؤول اتحاد هزاع بن زايد للموافقة على دخول جماهيره بلافتات تشجيع في كأس السوبر، وغياب إسلام جمال ومحمود جنش عن صفوف الزمالك.